قال ولها التصرف فيه وضمانه ونقصه عليها بشرط إن لم يمنعها قبضه. نقصه عليها يعني قال لها هذا النخلج، قالت متى استلمه؟ قال متى ما بغيتي، متى ما بغيتي استلميه. قالت خلاص جزاك الله خير. بعد مدة النخل مات، ما حد سقى مثلا ولا شيء ولا هذا. قالت مات النخل. قال وانت ليش ما استلمتي؟ انا اعطيتك يا النخل، انت اهملتي. عليها نماؤها لها، نماؤه لها ونقصانه عليها. واضح ولا لا؟ الغنم مع الغرم. لكن لو قال لها هذا النخل، عطني مفتاح المزرعة أو كذا، قال لا صبري شوية، بحتاج في عندي شغلات بسويها وكذا، وبحفر مني وبسوي كذا وبسوي كذا وبسوي خير إن شاء الله. بعد شهر جت قالت يا فلان ما عطيتني النخل، إيه صبري شوي بس ناطرين في مرض فيها في كذا. المهم عطلها ما سلم هي، زين. وبعدين تلف على منو؟ عليه هو. لماذا؟ لم يمكنها من استلامه، لم يمكنها من استلام. إذن إذا كان مكنها من استلامه وهي قصرت في الساحة حتى تلف أو نقص فعليها، وإذا لم يمكنها فعليه هو. مثل غنم محصار مكان لجمع الغنم، قال مهري ماذا؟ قال هالغنم هذه عدتها 50 نعجة مع خروفين مع، واضح ولا لا؟ قال هذا مهر. قال جزاك الله خير، أبى أروح أستلمه بهدي وكذا. قال تفكر وتصرف فيه كما تشائين. خلت تسافرت مع زوجها مجوان، راحت نسيت هذا أهملته، زين. ماتت كم من عجة حر كذا ماتت، زين. جاذيب أكلها. المهم اللي يكون حصل نقص، حصل نقص، من يتحمله؟ هي. واضح ولا لا؟ خلاص استلمته، زين. لكن هو ما سلم هي، والمفتاح مفتاح ضايع، خلي اصب لك مفتاح، خلي اسوي كذا، الحارس منحاش، شوي شو ماتت شاتين، من يتكفل فيها؟ هو. لماذا؟ لم يمكنها من الاستلام. نعم.